كثير جدلا، وهو النهارده الكنيسة بتنفي موضوع التبني إلى قانون الأحوال الشخصية. نفي المستشار يوسف طلعت مستشار الكنيسة الإنجيلية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط ما تردد عن إعادة إضافة بند التبني إلى القانون بعد مطالبة البعض بذلك على أثر أزمة الطفل شنودة، وعما ما تردد عن عقد اجتماع لممثلي الكنائس المسيحية في مقر وزارة العدل بهدف إبداء الرأي في النسخة النهائية لقانون الأحوال الشخصية للأقباط المسيحيين قبل تسليمه إلى البرلمان. قال طلعت للدستور: حتى الآن لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي بشأن هذا الاجتماع. وكشف المستشار جميل حليم الممثل القانوني للكنيسة الكاثوليكية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط عن موعد تسليم قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى البرلمان. وقال حليم: سيتم تسليم قانون الأحوال الشخصية للأقباط المسيحيين إلى البرلمان في دور الانعقاد الثالث الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، وذلك بعد اتفاق جميع الطوائف عليه. ويضم قانون الأحوال الشخصية للأقباط 10 أبواب و 213 مادة، تشمل أبوابا عاما بين الكنائس الثلاثة وبابا خاصا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية في مصر والطلاق وبطلان الزواج للكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية. هذا ما نقلناه بخصوص هذا الأمر عن نفي الكنيسة للتبني. هل هذا من المعقول؟ هل هذا هو الذي صنعته الكنيسة؟ هل هذا هو ما كان لدي الكنيسة أنها تفعل ذلك، أنها تقوم وتنفي بأنها تقدم بند التبني، أم الدولة هي التي فعلت ذلك؟ أعتقد الأمور أصبحت من الصعب تحليلها، وأمور عجيبة وأمور غريبة. لماذا الكنيسة تقف هذا الموقف السلبي مع الطفل شنودة؟ أين البابا تودروس؟ إنه طفل ربطه أسرة مسيحية أيا كانت ديانته، ولكن الطفل ولد وهو ليس له دين. ولكن من هو الأب الحقيقي؟ من هو الأب الذي رب؟ من هو الأب الذي سهر على ابنه؟ نعم، هذا هو الأب الحقيقي، هذه هي الحقيقة التي لابد أن نعرفها. ولكن من الشيء الغريب أيضا نهاد أبو القمصان يجب تطبيق القانون الإنساني مع الطفل شنودة وإعادة أسرته لأسرته. كلام 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 كلام. قالت نهاد أبو القمصان المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك إشكالية في الإجراءات التي اتخذت في قضية الطفل شنودة لعدم وجود قانون ينظم التبني، وما تم اتخاذه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ليس له أساس قانوني في تغيير اسمه أو ديانته. وما هو الرد الحقيقي أو ما هو الفعل بعد ذلك؟ وأضافت أن المادة الثالثة من الدستور تعطى لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، ولذا يجب على البرلمان بحث مناقشة قانون للتبني لغير المسلمين، لأن القانون المصري لا يتضمن أي مادة للتبني كما قلنا قبل ذلك، لأنه وفقا لقانون الشريعة الإسلامية. وأشارت أنه يجب التعامل مع قضية الطفل شنودة بالقانون الإنساني وإعادة الطفل لأسرته، لأن الطفل ولد بالكنيسة وتم تبنيه من قبل زوجين مسيحيين وعاش داخل الكنيسة لمدة 4 سنوات، ولذا نحن في احتياج لإعلاء الإنسانية فوق القانون، لأن القانون أخرس ولا توجد نصوص خاصة بالتبني. وهنا الأمر الذي يجب اتخاذه بشكل إنساني بإعادة الطفل لأصل النشأة أو وقت المولد أو وقت طفولته. نعم،
إنها أمور عجيبة، كلها أحاديث وكلام، ولكن أين هي الحقيقة؟ أين أقول الإعلاميين الذين يتحدثون عن كل شيء؟ أين عمرو أديب؟ أين أحمد موسى الذي يتحدث دائما عن الظلم وعن القهر؟ كيف يمر ذلك دون أن نعرف الحقيقة أين هي؟ نعم، حقيقة الأمر أصبحت مؤلمة، يعني شيء. طيب، عمرو أديب بيقول: لو اللي فات لطيف، اللي جاي مخيف، وهذه نصيحتي للمواطن. ما هو الذي يقوله؟ قال الإعلامي عمرو أديب: اللي فاكر إن اللي فات لطيف، اللي جاي مخيف، ومش هيبقى مخيف لو حسبنا الحسابات صح. وتابع خلال برنامجه الحكاية المذاعة على قناة MBC، أمي كانت تقول لي: من حسب الحسابات في الهنا بات، من حسب الحسابات في الهنا بات. وبقول للمواطن العادي: الحاجة اللي مش محتاجها ما تجيبهاش دلوقتي، مش مهم تشتري عربية دلوقتي، ما تقصدش دلوقتي، خد بالك من فواتير المية والنور، حرام تسيب الكهرباء مولعة من غير فايدة، ظبط نفسك، ظبط الدنيا، الدنيا بقت زنقة، وإن شاء الله الدنيا تظبط مع المؤتمر الاقتصادي، ومش هنستنى الحوار الوطني اللي لسه ممكن يستنى لآخر السنة. وأرجوكم في المؤتمر الاقتصادي بلاش نبقى ناس تسمعنا كلام إحنا بنسمعه، هاتوا الاتجاهات كلها. وأضاف: إن الأوان نلم بقى، ويبقى في مسؤولين دماغهم متركبة على الدخل مش الصرف، وأسهل حاجة نصرف، وأصعب حاجة نجيب استثمار ودخل، ويبقى في مصانع بتزيد إنتاجيتها. ورأيي إن المؤتمر الاقتصادي مؤتمر يكون مؤتمر دخل، إزاي نبحث عن الدخل. الأخت المبجلة نرمين الفقي عن الشائعات بشأن ارتباطها: مرة جوزوني لواحد مش من ديانتي وطلع ترند. نفت الفنانة نرمين الفقي بعض الشائعات التي روجت عنها خلال الأيام الماضية عن حياتها الخاصة، وذلك أثناء ظهورها عبر برنامج عرب وود المذيع على قناة روتانا. وقالت نرمين الفقي: جوزوني وطلقوني وخلفوني واخوات وعيلة وكل حاجة، وعندي 50 و60 و70 سنة كل حاجة. مرة جوزوني حد مش من ديانتي، مش عارفة ازاي، برضو طلع ترند. واضاف: انا مش ضد الديانات، احنا كلنا خلق الله، فانا ما عنديش مشاكل ولا العقد النفسية دي، لكن الحقيقة بسببهم بيتكلموا خلاص، بسيبهم يتكلموا خلاص، لكن لما حاجة بتزيد قوي والموضوع يبقى اخد اكتر من حجمه، بنزل على الصفحة عندي ان دي اشاعة. الأمور أصبحت سيئة جدا جدا للغاية، ولكن إن شاء الله نليكم بكل أخبار في اللي جاي يكون أفضل ويكون أحسن يعني، وربنا يصلح الحال يا رب، نكون دايما في كل صحة وسلام، وسلام الرب يكون معكم. آمين.